Bella e أسطر. عيني. إن جيتوا للحق أنا مش متفائل. هلو هلو هلو، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. فيديو النهارده من اكتر سلسله كلنا بنحبها، وبقالي كتير صراحه ما صورتش اي فيديو من النوع ده. النهارده هنجرب الهاكس الترندنج جدا للميك اب على التيك توك. اخر فيديو مصوره من 6 شهور، في حاجات كتير جدا نزلت في 6 شهور دي وانتم منشنتوني فيها. فيلا بينا نوريكم اكتر كده. لايك الفيديو ده، اشترك في القناه وفعلوا الجرس. يلا على فيديو النهارده. تيك توك. اوكي يا جماعه، خلونا اول حاجه كده ايه نرجع شعرنا لورا. طبعا عايزه البس التوكه دي. بالمناسبه مرات اخويا جايبها لي في عيد ميلادي. انا عارفه يا ساره ان انت بتشوفي الفيديو زي ما انت قلتي لي، فشكرا على التوكه الخطيره دي. سيره مرات اخويا، عايزه اقول لكم من اول هاك دي كده من اكتشافي بصراحه. هي عندها التشارل توبري اللي هو الفلوليس فلتر، بجد خطير، بس ب 100,000 جنيه حرفيا. انت كده جرب في الميك اب بتاعي ايه اللي يطلع نفس الفينش بتاعه التحفه على السكين ده. بعد تجارب في المعمل بتاعي كتير، لقيت لكم افضل هاك ازاي تعملوا تشارلي تيبري فلولس فلتر في البيت. ان 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 جيبوا اي بيبي كريم عندكم، او اي حاجه الكفرج بتاعتها خفيفه زي مثلا تينتد مويسترايزر، بيبي كريم، سي سي كريم، اي حاجه مش فاونديشن تقيل. جيبوا الهايلايتر بتاعكم. انا صراحه الهايلايتر بتاعت شي جلام دي انصح بيها جدا جدا، بتدي لمعه من غير جليتر. هنا درجتين في الدرجه دي، توباز فانيليا فروست، على فاتح اكتر، فلو انتم بشرتكم افتح مني هتحتاجوا الدرجه دي. هاخد حبه من البيبي كريم بتاعي، وبالمناسبه ده اللي هو الكيكو ديلي بروتكشن بيبي كريم رقم 3 هوني. دي الدرجه اللي هي توباز اللي قلت لكم عليها، وهاخد نفحه كده منها، حبه حلوين بصراحه. هاخد كده ايه، انتم بقى تقدروا تتحكموا في كميه الجلو اللي انتم عايزينها بقد ايه هايلايترز. بس انا عاده يعني لما جربت حسيت انه 1 تو 1 دي احلى ريشيو، قد كميه الهايلايتر قد كميه البيبي كريم. قالوا ان انا هعمل لهم ميكسين كده مع بعض. فتره بتسالوني وانا حاطه ميك اب ازاي الميك اب انه ازاز او جلاس سكن، هو ده السر. بصوا بقى هنوزع الميكس اللي احنا عملناه ده. انا عايزه اوريكم اصلا هو، بصوا بعد ما عملت له ميكس شكله عامل ازاي. مش باين خالص ان انتوا كأنكم حاطين فيه اي هايلايتر، فهو ده اللي بقول لكم. عشان كده الهايلايترز دي بجد خطيره في الهاك دي. رقبوا بقى، بصوا يا جماعه كميه الجلو، واصلا بيبلند طبعا في ثواني لان هو عباره عن جلو بس. اصلا دي لون كده وجلو، بصوا يعني مش عارفه اوصف لكم بجد. انا فخوره بنفسي ازاي على الاكتشاف ده، بجد هيوفر لكم الوفات مؤلفه. ما انا من كتر ما جربت هاكس وبقيت ضليعه في عالم الهاكس، انا بقيت مصدر للهاكس اصلا. بصوا والله العظيم اجمد من الفلولس فلتر حرفيا. وتقدروا انتم بقى تتحكموا في الدرجات براحتكم، وتطلعوا الدرجه بتاعتكم ميكس اند ماتش. بصوا شوفوها وجربوها، وهستنى رايكم تحت في الكومنتس. ويلا بينا على الهاك الجاي. بصوا بقى يا جماعه، الهاك دي حطيت لي على الانستجرام، بالمناسبه ده حسابي على الانستجرام، ابعتوا لي اي حاجه حابين ان احنا نجربها مع بعض. هي عن ازاي ان احنا نداري الدارك سيركلز، او الطريقه الصح ان احنا نحط الشيد بتاعت الكونسيلر. فهي بتقول ان نستخدم البرونزر بتاعنا اول حاجه ككونسيلر، وبعد كده نحط عليه الكونسيلر العادي بتاعنا، كنسل اي هالات موجوده، غير انه كمان بيبقى ترانزيشن ما بين الكونسيلر والبرونزر اللي هتحطوه او البلاشر اللي هتحطوه كمان شويه، فما بيكونش فيه ابيض غامق، بيكون فيه ابيض جاي متدرج على الغامق. حاسه ان دي من الحاجات اللي هي ايه، حلوه على الكاميرا وحشه في الحقيقه، لو فاهمين قصدي. فخلونا نجربها واقول لكم رايي فيها، اعتمدها ولا لا. انا ما عنديش دارك سيركلز قوي لان الحمد لله استخدم منتج جديد للعين، بس هل ده ممكن يوقفني ان احنا ما نجربش الهاك دي؟ ابسولوتلي لا. والله بقالي كتير قوي ما قلتلكوش الابسولوتلي بتاعتي. فده عاده انا بستخدمه صح ان انا اعمل زي برونزاج كده لوشي، فممكن ان احنا نستخدم ده ونشوف، لان هي برضو كانت مستخدمه صح درجه غامقه قوي قوي قوي. وينجر هي حطت هنا وهنا بس كده، حاجه بسيطه. اعتقد كده الاضاءه احسن علشان وشي اوريدي اصلا بقى عامل زي المرايه الازاز وعمال يرفلكت الاضاءه. ان احنا نبلند، ان انا زودت كتير قوي. كان اختيار جيد جدا للبرودكت، لان بصراحه حاسه ان هو بيبلند بسهوله قوي. حاسه كاني واخده لوكاميه، ده غباء بحت. استخدم درجتي اللي هي هدى بيوتي درجة شوجر بسكت بالظبط، وهنحط هنا كده وهنا كده. ناخد فرشة الكونسيلر. اوه بصوا تحسوا ان هو ايه
الدنيا داخله مع بعضها وفي نفس الوقت ما فيش اي ايه اندرتون او تحسوا ان في اي رمادي. بصوا بس كمان لو حد عنده هالات اتقل هيحس جدا بالفرق. بس بصوا الفرق ما بين العين دي والعين دي في حته تانية. اكتبوا لي تقييمكم كامل للهاك دي، بس انا بصراحه اديها 10 من 10. لون العين دي هحط لها الكونسيلر بس عشان اوريكم الفرق اللي انا قصدي عليه. حطيت الكونسيلر بس كده في نفس الاماكن الفرشه عشان تحسوا بفعلا تاثير الهاك دي. اول حاجه اولا بصوا الكونسيلر تحسوا كده ان هو ايه بيجري ما بيثبتش تقريبا. فعلا فكره ان في كونسيلر تاني تحتيه خلتنا نحتاج نستخدم كميه اقل وخليته في مكان. بصوا ايوه شايفين هو ده اللي انا قصدي عليه. ايوه يا جماعه بجد في فرق قوي ما بين الاثنين. هنا تحسوا انه تحت عيني في كونسيلر وحاسه انه طبيعي، هنا باين ان انا حاطه كونسيلر مع اني حاطه نفس الكميه بالظبط. بصوا مستغربه ان كنت متخيله هنا هيبقى كيكي لاني حاطه طبقتين، واحده غامقه وواحده فاتحه، هنا حاطه بس الفاتح. بس بصوا الفرق. يلا بينا على اللي بعده. نازله يا جماعه ترندنج موت ان تحطوا الروج في كل حته في وشكم. بصراحه انا حباها جدا ان هما بيعملوا كونتورنج وبيحددوا الوش بالروج بتاعهم. بالي خطيره لانه عارفين كان الوش كونتورد ومتحدد من غير ما يغمق، بالعكس تحس ان هو لونه وردي كده جميل. فللناس خصوصا اللي بشرتها فاتحه حاسه ان الهاك دي خطيره، ليه بتحب تكون متحدده من غير ما تسمر. اي صباع روج ما يكونش ده بامبا قوي بصراحه، ولا انه يكون بني قوي، ده بني قوي. ليه ولا مره حزنك بيضمني يشغلني في كل مره، قال ايه بتحبني قال ايه بتحبني. اغنيه مش راضيه تطلع من دماغي يا جماعه. It's perfect color بصراحه. بصوا استنى هوريهولكم، اللي هو على بينك وفي نفس الوقت على نود، فحاسه ده شبه قوي اللي هما بيستخدموه. زعوا هنا كده استر يا رب. ان جيتوا للحق انا مش متفائل. وبعد كده هنعمل 7 هنا كده، واحده تانية هنا كده، هنا خط وهنا خط. حط العين كده حطت هنا على شفايفها، يعني ده المكان الوحيد الطبيعي المنطقي كده. انا مش متفائل يا نصه. هناخد اول حاجه فرشه صغيره كده وهبتدي ان انا ادمج اللي عند الانف علشان هو ده اول حاجه انا حطيتها. هو انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ لا 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 شكله خطير، شكله خطير موت. هو ورد اللي هو لون الجلد، يعني لون ان الجلد فعلا يكون. يا لهوي يا جماعه ايه ده؟ احنا نتحسد، احنا لحد دلوقتي التيك توك بيلعب لصالحنا. اتقوطه واعمل بلند اللي احنا مديناه تحت العين ده كده واسحبه لفوق كده زي ما هي عملت. يا جماعه يكون كل حاجه باينه معاكم، بس بجد خطير. هو ده اللي انا قصدي عليه. بصوا تحسوا ان الوش معلهوش الوان بس الوش متحدد كان هو جلدي كده. اي لايك ات. وشايفين مع كل خطوه في الميك اب بتزيد حلاوه السكن بتاعنا، بتطلع تحفه ازاي. يا جماعه دي الهاك اللي انا اخترعتها، فاكتبوا لي تحت في الكومنت. ويلا بينا على اللي بعد. برضه تقريبا بقالها 3 شهور طلعت ترندنج موت وهي كونتور الانف. بنعمل البيجي نوز دي وبنحط من هنا غامق. هو اوريدي انا مبسوطه الصراحه باللي احنا وصلنا له من الهاك بتاعت الروج، بس خلونا ان احنا نجرب الشيء ده اللي انا استخدمته. ويلا بينا على البيجي نوز بتاعتنا. اللي هياخد سكرين شوت والله هزعله، ماشي؟ مش منظر، حافظوا على برستيجي شويه يا جماعه. لما بنزق كده الحته دي هي دي اللي احنا ايه بنحط فيها. هنزق كده وهنقوم حاطين كده. هو ده الخط اللي انتوا المفروض ايه لما يتزق بيترفع، فهو ده اللي انتوا تحطوا فيه. وبعد كده حاجة بسيطة من تحت كده ونبتدي ان احنا نبلند الكونسيلر بتاعنا في مكانه. اكتر صح هاك كونتور للانف منطقيا ما حطيتش لايرز او مناخيري بقت كيكي او كده. جامد جامد موت. وليه رايكم ايه؟ ولكن انا كيسرى مبسوطه قوي. انتوا عارفين ان انا رحله البحث عن كونتور مناخيري مش سهله خالص، بس صدقوني لحد ما يكتشفوا حاجه اعلى من دي هي دي اللي تحطها على كل السنين اللي فاتت من الهاكس اللي احنا جربناها للمناخير.
بلاشر المفضلين عندي علشان بقى ايه نشوف الفاينل ريزلت للسكن اللي احنا عاملينه. قولي لو انتم حاسين ان انا شكلي متغير في الفيديو ده، بس انا حاسه كده، حاسه انه كل الحاجات اللي عملتها مع بعض مغيره شكلي بس للاحسن. فاكتبوا لي شايفين ايه تحت في الكومنتس، ويلا بينا على الرموش. حوار الصبغه اللي كنت جربته معاكم الفيديو اللي فات مخليني مستغنيه عن اي حاجه لحواجبي الفتره دي، فانا لسه في الهايب بتاع صبغه حواجبي. بالمناسبه ما تنسوش تشوفوا الفيديو ده لانه هيفيدكم جدا لو عايزين تعملوا حواجبكم كده وتفضل ثابته معاكم 5 ايام على الاقل. ويلا بينا بقى على الرموش. شفت الهاك دي للماسكرا ازاي انكم تخلوا حرفيا حاطين فيك لاشز او مش فيك لاشز، كانكم عاملين لاش ليفت لرموشكو ورموشكو اطول بكتير من غير ما تركبوا اي حاجه. النتيجه تحفه لا خلاف عليها، فيلا بينا نشوف هل هتظبط ولا. يا جماعه اول حاجه هاخد الكحل الاسود بتاعي من ماك، متفكرش ان انا عندي كحل بيثبت اكتر من كده او اسود اكتر من كده. ربنا يستر يا لهوي عيني. اوكي احسن طريقه انكم تحطوا مرايه تحت كده وتحطوا وتبصوا لتحت وتعملوها. اوكي هو من دلوقتي اوريدي انا حاسه ان في فرق، اكتبوا انتوا شايفين الفرق ده ولا لا، بس بدات اتفائل. لللاش كيرلير ويلا بينا نحط السشوار في الفيشه. عايزه اتغابى قوي واخليها سخنه موت ان انا احرق وشي او اعمل حاجه في عيني، فيعني خير الامور الوسط، خليها دافيه بس مش مولعه. طيب ماشي، يعني ايدي قادره تتحملها فهو ده اللي احنا محتاجينه. بسم الله. لا سخنه قوي، سخنه قوي على عيني. ايدي قادره تتحملها بس عيني لا، فاستنوا كده تبرد شويه. ده اللي انا كنت خايفه منه. مش على نفسكم يا جماعه، خليها دافيه. يس كده شايفين اللي انا شايفاه. يلا بينا بقى على خطوه الماسكرا دي. عندي بقى لها فتره فعايزه اخلصها قبل ما تبوظ. استنوا اول حاجه عملت كده. ايوه هي بجد الفرشة مش مريحة خالص ان انا اعمل كده علشان بصوا جاية معاقة كده، بس خلونا نجرب. ميزة الحوار ده ان هو بيحط برودكت كتير قوي 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 على الرموش. هي قالت ان هي جت سرحتها كده من تحت بقى من اول الجذور كده لفوق. يا لهوي يا جماعة. وبعد كده حطت على الرموش السفليه. انا كل ده ما حطيتش اي برودكت زياده، نفس الفرشه. واخر حاجه جت عملت الاندز، النهايات بس بتاعه الرموش علشان تديها زي اطاله كده زياده. يا لهوي بصوا يا لهوي. نفس الماسكرا وهحط بس كده كوت واحده هنا وتشوفوا الفرق ما بين الماسكرا بشكل عادي وما بين الطريقه اللي احنا حطيناها بيها دي. عادي جدا، وقولوا لي انتوا حاسين ايه، بس انا حاسه ان الكثافه في الرموش دي اكتر بكتير. واكتر حاجه قادره احسها انه تحسوا ان الرموش جايه شبه الفيك لاشز، انها جايه بيرفكت. هنا تحسوا شويه ان في حتت اتخن من حتت، او تحسوا انه في رمش قصير رمش طويل. حته انها رجعت بنت الاطراف دي صايعه بصراحه. اكتبوا لي انتم رايكم ايه. انا اصلا رموشي بجد ضئيله جدا، فحاسه انه الفرق ده لا بجد. انا فعلا هنا كاني حاطه لاشز كده خفيفه حلوه. بصوا هنا من الجنب باينه قوي. اكتبوا لي انتم حابين انهي اكتر، بس انا بصراحه ادي للهاك دي 8 من 10 علشان ما افتكرش ان انا كل يوم هشغل سشوار واعمل وكده، بس هي شغاله وحلوه جدا. من اختها هي اللي علمتها الهاك دي، واختها ملهاش في الميك اب خالص، فاحنا دلوقتي هنعمل هاك لحد ملوش في الميك اب خالص اكتشف اكتشاف رائع، وهي انها لما بتحط الروج النود بتحس ان هو اود قوي او انه بني قوي على وشها، وده حقيقي دي حاجه دايما بحسها. احمر عندك انت بتحبيه وتحسي ان هو لايق عليكي وبس طبطبي بيه كده هيطلع لك لون راسبري كده، او ان هو شبه التوت كده شويه. اللون ده نادر جدا ان انتوا تلاقوه في ليبستيك. ست ان ستون من ماك اللون ده، ده درجه اول رابد اب من ماك. فاستخدم الاثنين دول، حاسه ان ده شبه اللي هي استخدمته في الفيديو اكتر. النود ده
نحط على شفايفنا. بصراحة قادرة احس قوي باللي هي قالته، انه فعلا تحسوا كده ان الوش قفل كده. شايفين طبطبة اللي هي ما بتديش لون قوي. اوه اوكي يا جماعة، انا قادرة اشوف الفرق موت. حاجة ايه؟ ان اللي هيشوف ده هيحس ان هو نفس الدرجة التانية، بس تحسوا ان هو داخل مع بشرتي اكتر. حاسة ان اللون اللي تحت لايق عليا اكتر. اكتبولي انتم شايفين ايه؟ فرق السماء من العمى. انه انا عاجبني ان انا مش باين ان انا حط احمر. حاسة ان كده اللون احلى بكتير واشيك عليا موت. الهاك دي برضو بصراحة تستحق انها تاخد بوسة ونجمة. وبكده نكون خلصنا كل حاجة الفيديو النهاردة والهاكس النهاردة. يارب تكون عجبتكم، انا صح عجبتني جدا جدا جدا، خصوصا بتاعة الكونتور الروج وطبعا الهاك اللي انا اخترتها في اول الفيديو. بتنسوش انتوا تجربوها، وعايزاكم تملوا الكومنتس تحت بالايموجي بتاعنا بوسة ونجمة لو حبيتوا الفيديو ده. ولحد الفيديو الجاي كالعادة توحشوني جدا. وبالمناسبة الفيديو الجاي هنجرب منتجات غريبة جديدة مع بعض، فلو على شخص نسيت المنتجات الغريبة تشوقوا وترقبوا لفيديو الاسبوع الجاي. ولحد الفيديو الجاي توحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا.